من ملف التعليم أسماء، خليني أخدكم لملف التموين، لأنه برضو أفكر حضراتكم قبل ما نستعرض كده الإنجازات اللي بتتم، نحب نقارن عشان نشوف إحنا كنا فين ووصلنا لفين، فنقدر حجم الإنجاز اللي اتعمل. 7 سنين تقريبا كده، 2016 كان في أزمة سكر، وكان سعر الكيس السكر في المجمعات وفي السوبر ماركت وفي أي مكان وصل ل 13 جنيه. وأفتكر يا أسماء إنك كنتي تدخلي تشتري سكر فيسمح ليكي بكيس سكر واحد عدد محدود او اتنين بالكتير، علشان كان في ازمه في السوق. يعني وصلنا لفين بعد 7 سنين؟ النهارده وزاره التموين والتجاره الداخليه بقياده الدكتور علي المصلحي وزير التموين، وبتوجيه طبعا من القياده السياسيه، قال انه نجحنا في توفير سلعه السكر بكميات كبيره طول الفتره اللي فاتت، وزياده معدلات الانتاج، حتى انه احنا اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي لاول مره. وصلنا دلوقتي الانتاج المحلي بيكفي حوالي 90%. ده طبعا نتيجة مجهود كبير بيتم، سواء بقى في تطوير المصانع المنتجة للسكر التابعة للوزارة، أو كمان زيادة الرقعة الزراعية اللي بنزرع فيها بنجر السكر. وقال كمان أنه عندنا مخزون استراتيجي من السكر بيصل ل7 أشهر. وبمناسبة الأسعار، يمكن إحنا دايما نقول اللي بيغلى ما بيرخصش، لكن السكر اللي بقولك عليه ده كان ب13 جنيه من 7 سنين، النهاردة سعره الرسمي 10 جنيه. فتخيلي الحاجات بترخص اهي، في سيطره على السوق، وكمان في وفره من الانتاج المحلي. خلونا نقترب اكتر من هذا الانجاز وزياده معدلات الانتاج من الامن الغذائي لهذه السلع الاستراتيجيه، لانه السكر سلعه مهمه كمان عند المصريين. معانا على التليفون دكتور احمد ابو اليزيد، رئيس مجلس اداره شركه الدلتا للسكر التابعه لوزاره التموين. صباح الخير يا دكتور احمد، اهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني اذا تحدثنا عن الاسباب، احنا تحدثنا دلوقتي عن بعض النتائج زي استقرار او تراجع الاسعار كمان في السكر، وبسبب عدد من الاسباب، ما هي ابرز هذه الاسباب يا دكتور؟ يعني اولا ابرز هذه الاسباب ان مصر يمكن في الاونه الاخيره زي ما حضرتك اتفضلتي في التقرير الكريم، يعني احنا حصل طفره في صناعة السكر. هذه الطفرة سواء من ان في استثمارات جديدة في هذه الصناعة، مصر قدرت تجذب استثمارات جديدة في صناعة السكر واتعمل فيها مصانع جديدة، زي مصنع المعمول ده يعتبر اكبر مصنع في الشرق الاوسط في منطقة غرب المنيا. ان شاء الله المصنع ده لما يبدأ يشتغل كمان هيدخلنا بإذن الله في المستقبل على الاكتفاء الذاتي كمان 100%. يعني احنا حاليا قربنا زي ما حضرتك اتفضلتي ل 90% اكتفاء ذاتي، وال 90% الاكتفاء الذاتي دول جم من جهود كبيره قوي اتعملت، وساهم فيها محصول بنجر السكر. ايوه. قد ايه المساحه الاضافيه اللي تمت زراعتها ببنجر السكر ساهمت في زياده معدلات الانتاج منه؟ زي ما حضرتك اتفضلتي، احنا كان مساحه بنجر السكر في مصر لا تتعدى 400,000 فدان. احنا النهارده بنتكلم على مساحه محصول بنجر السكر تخطت 610,000 فدان. يعني حوالي 110 او 120 الف فدان زياده في المساحه. فهذه المساحه اللي زادت 610,000 فدان دي بتديني النهارده ما يقرب من 1,750,000 طن سكر سنوي من محصول بنجر السكر بس. الكلام ده عشان يتم تم من خلال مجموعه من التعاون، كان هذا الملف بتقوده وزاره التموين بالتعاون مع الوزارات المعنيه الاخرى زي وزاره الزراعه، زي وزاره الري، زي وزاره التعاون الدولي. طب على ذكر وزاره الزراعه تحديدا، موسم توريد بنجر السكر اخباره ايه السنه دي؟ وصل لحد فين دلوقتي؟ يعني موسم توريد بنجر السكر احنا بدا عندنا من اول شهر مارس، وفي بعض المناطق اللي هي في أراضي الدلتا القديمة انتهى الموسم الحمد لله، وكان موسم ناجح في مناطق الأرض أراضي الدلتا. بعض المناطق في الأراضي المستصلحة الجديدة ما زال الموسم شغال لحد دلوقتي، ويعني بالضبط خلال 10 أيام هينتهي الموسم. وإحنا يعني هذا العام يعني الحمد لله الإنتاج بتاع السكر ان شاء الله من البنجر هيبلغ زي ما قلنا 1,750,000 طن
ده بالاضافه. طيب معلش يا دكتور، طبعا صباح الخير الاول، وعايزين بس نوضح للمشاهد، احنا دلوقتي وصلنا ل 90% من الاكتفاء الذاتي، لكن عايزين نوضح حجم الفجوه اللي كانت موجوده واللي قدرنا نسدها بالارقام علشان نوصل المعلومه بشكل افضل. كان الاول نسبه الاكتفاء الذاتي من السكر لا تتخطى حوالي 65%، وكنا بنستورد سنويا عشان نكمل الاحتياجات بتاعتنا، بنستورد ما يقرب من 1,000,000 طن سكر، وده رقم كبير طبعا. طبعا رقم كبير، وزي ما حضرتك اتفضلتي احنا يمكن لما نرجع كده ورا شويه نشوف الازمه اللي حصلت في السكر، وكان ساعتها حصل شح في مصر، حصل ان ما كانش المواطن لاقي السلعه، السلعه النهارده اصبح فيها وفره وسعر اقتصادي. طبعا حقيقي احنا بنتكلم على سكر تمويني النهارده في كل المجمعات وفي اي حته ب 10.5 جنيه، في السكر الحر بيتراوح سعره من 12.5 لحد 13.5 جنيه. فمعنى ان في هذا السعر الاقتصادي اللي موجود لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة يعتبر أرخص مصادر الطاقة الموجودة حالياً. احنا عندنا كمان توجه والخطه الاستراتيجيه الموضوعه انه بعد ما نحقق الاكتفاء الذاتي نسبه 100% نتجه الى التصدير، فهيبقى مصدر كمان للعمله الصعبه. بالفعل زي ما حضرتك اتفضلتي، يعني احنا يعني وده خبر صار ان مصر اصبحت هاب لصناعه السكر، يعني اصبحت مركز لصناعه السكر، وده ما جاش من فراغ لان اصبح هناك الان في مصر 8 مصانع لانتاج السكر، منهم 4 مصانع ذات صله مباشره وتبعيه مباشره بوزاره التموين زي شركه الدلتا، الدقهليه، الكوبريه، الفيوم، وعندنا استثمارات سواء على النطاق الخاص او النطاق الاجنبي زي ما شفنا المصانع اللي اتعملت جديده في منطقه غرب المنيا اللي هو شركه القناه، وزي ما شفنا في شركه صفولة، وزي ما شفنا في شركه النيل، زي ما شفنا في شركه الشرقيه. الكلام ده اداني متسع، والاهم كمان ان احنا قدرنا في الفتره اللي فاتت دي يتم عمليه تطوير للمصانع اللي هي كان تخطت ال 30 سنه عدى عليها. صحيح. وده شق مهم برضو يا دكتور، يعني اشكرك على ذكره، لانه يمكن برضو كان عندنا مشكله انه بنصدر السلع كخام ونرجع نستوردها تاني بعد اعاده تصنيعها، لكن احنا دلوقتي يعني بنعظم الاستفاده من كل السلع الموجوده عندنا. انا بشكرك شكرا جزيلا ضيفنا الكريم دكتور احمد ابو اليزيد، رئيس مجلس اداره شركه الدلتا للسكر التابعه لوزاره التموين، شكرا جزيلا يا فندم.